مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، انا مامت شادي. ليه هو شادي فين؟ شادي بخير، انا بس بكلمك عشان اقولك انه مش هيقدر يكمل معاكم. ليه هو متضايق؟ لو في اي حاجه مضايقه احنا ممكن نتغير. دول باقيين عليك يا ابني، فكر. لا يا حبيبتي، شكلها كده مفيش فايده. طب ما تديوني اكلمه. عايزه تكلميه؟ لا يا حبيبتي، ده نايم. نايم؟ لو خليت نكذب. الانفصال عن شبكتك صعب، بس انت لو دلوقتي حولت اتصالات هتدخل على النت من موبايلك بربع جنيه الميجا ومعك احسن انترنت باقل سعر طول السنه. اتصالات، الدنيا لسه فيها اكتر.